السلام عليكم متابعي مطبخ هيوم. هنعمل شوربة لسان العصفور مع الخضار. دي الحاجات اللي هنحتاج ليها: لسان عصفور، خضار مشكل، شوية بتاعت كركم، ماجي، فلفل أبيض. دي كل الحاجات اللي هنحتاج ليها في الشوربة بتاعتنا. ويلا نبدأ. هنا دي الحلة فيها شوية بتاع الزيت، زيت يعني معلقة صغيرة، ما بتحتاج لي زيت كتير. هاخد لسان العصفور وحابدأ اقلب طوالي يعني باستمرار لحد ما اللون يكون معاكي ذهبي عشان تاخد كلها لون واحد. وهنا زي ما شايفين اخذت معاي لون جميل. دي على كده خلاص هضيف لها موية. الموية ما نكتر برضو على حسب الكمية تحت الشوربة. بعد ذاك حقوم اضيف ليها الماجي والكركم والفلفل الابيض، وحخليها لحد ما تستوي. حضيف الخضار اخر حاجة لانه بيستوي سريع. دي هنا كده الشوربة بتاعتنا حقت لسان العصفور استوت. لسان العصفور استوى. بعد ده هقوم اضيف ليها الخضار المجمد واخليها زي 5 دقايق كده ولا 3 دقايق بس لحد الخضار ما يستوي. وخلاص هنطفي عليها النار وتقدم دافية مع ليمون. بالعافية علينا وعليكم ان شاء الله.